مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتعرف فيه على سبب وحل لمشكلة عدم استجابة الطبيعة لعملية الطباعة، وأيضا ظهور الوميض البرتقالي جانب شعار الكارتوشات، وأيضا جانب شعار العطب. وكما سترون، عندما نود القيام بعملية الطباعة الطابعة لا تستجيب، سواء الطباعة بالألوان أو الطباعة بدون ألوان. عدم استجاب الطابعة للطباعة. والسبب لهذا المشكل الذي لدينا في هذه الطابعة هو أنه عندما قمنا بإعادة تعبئة أحبار طابعة، ذاكرة الطابعة لم تتعرف على الكرتوشات بسبب الحبر المستعمل. لكن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة، وكحل لهذه المشكلة سنقوم بالضغط على زر ستار، الزر الأحمر، إلى حين انطفاء الزر الأخضر جانب زر اشتعال الطابعة. كما تلاحظون، نرفع إصبعنا زر ستار. كما تلاحظون، الوميض الذي يظهر جانب شعار العطب انطفأ، أما بالنسبة للوميض الذي يظهر في جانب الكارتوشات ذات اللون، ذات الألوان وذات وبدون ألوان، ناتج عن الحبر غير الأصلي، لكن ذلك لا يشكل مشكلة. والآن سنقوم بعملية الطباعة. سنقوم بالضغط على زر بلاك. الطابعة تقوم بإعادة برمجة الذاكرة الخاصة بها. كما تلاحظون، عملية الطباعة تمت. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تعمل معكم هذه الطريقة، وألتقيكم في فيديو قادم إن شاء الله.